أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صباح العربية. يسعد صباحك كنتي. صباحك يا سهام وصباح المشاهدين. في هذا اليوم دائما لدينا مواضيع عدة متنوعة، هذه عناوينها. مجلة أمريكية تنشر متوسط الدخل حول العالم، سويسرا تتصدر، الإمارات الأولى عربيا، ونحن نناقش تفاوت الأجور بين دولة وأخرى وبين شخص وآخر. من فرنسا إلى الجزائر، حرائق الغابات المفتعلة تثير قلق العالم، وفيما تجند باريس 3000 شرطي لملاحقة مشعلي الحرائق، نحن نسأل ماذا يدور في ذهن هؤلاء؟ فحص دم جديد قد يكشف 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور أي أعراض، وقد ينقذ الملايين من الموت. سعودية تحقق حلمها بعمل بناتها الأربع في صيدلية بعد أن رهنت بيتها من أجل هذا المشروع. الأختان دكتور منار ودكتور دينا عبد الله بطلتا قصتنا من الشارع مع مراسلتنا من الرياض غادة الفهد. صباح الخير، قصة من مجازفة وكفاح إلى وصول ونجاح، التفاصيل بعد قليل. لدينا أيضا في صباح العربية، أزمة الفتاة العراقية والداعية المصري عبد الله رشدي تشعل الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي. رشدي ينفي علاقته بها متواعدا المغرضين، والنقاش يحتدم حول مسألة الزواج الشفهي. نيوزيلندا تسعى إلى جذب المهاجرين وتطرح قانون هجرة جديد للتسهيل عليهم في ظل نقص العمالة في البلاد. ليست وحدها، دول كثيرة ترغب بأن تهاجر للعمل فيها. وكأنما العالم يتحدث عن مسلسل واحد، ملايين المشاهدات الحلقة الأولى من House of the Dragon، شقيق صراع العروش قد يتفوق عليه. ونذكركم دوما بأنه يمكنكم أن تشاهدوا برنامجنا وبرنامجكم صباح العربية على منصة شاهد ومجانا. أيضا راسلونا على هاشتاغ البرنامج صباح أندرسكول عربية للرد على سؤالنا التفاعلي. السؤال اليوم: كم يجب أن تكسب في الشهر لتكون غنيا؟ السؤال سألناه في الشارع، هنشوف بعد شوي، بس بدنا نسمع الجواب الجدي. هلا كم يجب، أعيدي السؤال بس بدين اختبار قدرة الصبح. كم يجب كم يجب أن تكسب في الشهر لتكون غنية؟ طيب أنا خلينا نكون واقعيين، يا لم تختلف من وظيفة لوظيفة ومن شخص لآخر. أها حلو، يلا آسيا صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. عن جد يعني تختلف من وظيفة لوظيفة، بس بشكل عام في الأعم الأغلب الموظف ما بيغتني أكيد. لازم ما ينتظر المعاش الشهري، لازم يعمل شغله الخاص. على فكرة بيقولوا لك إنه 92% من أشخاص العالم هم يعتمدون على مصدر دخل واحد. بالتالي حتى تكون غنيا يجب أن تنوع من مصادر طبعا الدخل وتفكر خارج الصندوق. أنا بوافق. يلا تفضلي آسيا. شكرا، صباح النور. البداية من الأهم ربما بالنسبة لكثيرين، وبالتحديد من الراتب. 6142 دولاراً هو متوسط الدخل الشهري في سويسرا، وهو الأعلى على مستوى العالم. ذلك نادين بحسب إحصائية نشرتها مجلة سي وورد الأمريكية، تناولت متوسط الرواتب الشهرية بعد الضرائب والإقطاعات الأخرى في قائمة تضم 105 دول حول العالم. القائمة تتدرج من أعلى البلاد على مستوى الأجور إلى أقلها. في المرتبة الرابعة تأتي الولايات المتحدة بصافي دخل شهري يبلغ 3721 دولاراً،
أما الإمارات ففي المركز الأول عربياً طبعاً والخامس عالمياً بمتوسط دخل يبلغ 3663 دولاراً. بعد الإمارات هناك قطر، ثم السعودية، ثم بقية دول الخليج طبقاً لترتيب الدول العربية. ورغم الأزمات التي يعيشها لبنان، إلا أنه في الترتيب 47 عالمياً بمتوسط دخل شهري يتجاوز 837 دولاراً شهرياً. بكل حال المزيد من هذه الدراسة بالأرقام معك يا لميس. رغم تصدر سويسرا لقائمة متوسط الدخل الشهري عالمياً، إلا أن مدينتي جنيف وزيورخ ضمن أغلى المدن وفقاً لمؤشر تكلفة المعيشة العالمي للعام الجاري. دعونا نتعرف على متوسط الرواتب في عدد من الدول بالأرقام. 4355 دولار هو متوسط الدخل الشهري في سنغافورة وتحل في المركز الثاني بعد سويسرا. 3168 دولار متوسط الدخل الشهري في قطر وتأتي في المركز الحادي عشر عالمياً. السعودية والكويت متقاربتان، 1888 دولار للسعودية و 1854 للكويت، وتأتيان في المركز الخامس والعشرين والسادس والعشرين تواليا. جنوب أفريقيا هي الأولى على مستوى القارة السمراء بمتوسط دخل شهري يتجاوز 1300 دولار. 385 دولار هو متوسط الدخل الشهري في المغرب، وهي الأول عربيا داخل إفريقيا، وتليها تونس ثم الجزائر بأرقام متقاربة. 219 دولار هو متوسط الدخل الشهري في مصر، وهو الأقل عربيا، وتأتي مصر في المركز 100 بالقائمة. 143 دولار هو متوسط الدخل الشهري في سريلانكا التي تتذيل هذه القائمة. على كل حال أجرينا تجربة اجتماعية، سألنا الناس في السعودية كم يجب أن تكسب في الشهر لتكون غنيا. أعتقد في المرحلة الوقتية هذه 25,000 تعتبر هو المبلغ اللي يقدر يكفيك. 15,000 تكفي، تكفي فيها مقاضيك، تكفي فيها أغراض البيت. يعني إذا الواحد بيصير غني يعني يحتاجه تقريبا 350,000. يجب أن تكسب 50,000 أقل المعدة. يجب أن أكسب في الشهر 100,000 لأكون غنية. بلا ملايين. ملايين مع الغنى صعب. يعني مثلاً 2,000 في الآلاف شوي يعني. المئات ممكن تكون صعبة شوي، الآلاف كويسة. 500 مليون. 500 مليون. 50-70,000 إن شاء الله. والله راتبي أتمنى أصير غني لو يجيني مليون في الشهر نعمة. تجربة جميلة، لكن ربما الأغنياء الحقيقيون يبتسمون عندما يسمعون شخصا يقول أنه سيكون غنيا مع مبلغ 10,000 دولار سنويا. لنذهب نادين إلى مصر حيث طرحنا السؤال ذاته ونتابع الإجابات. دخل شهري مثلاً أقول مثلاً 70-80,000 جنيه. لو هنحط رقم شهري بنتكلم يعني لو كدخل من الشغل اللي أنا بشتغله بنتكلم في حوالي 75,000 يعني، ولا 30,000 في الشهر علشان أبقى غنية. ده أبسط حاجة يعني. أنا عشان أبقى غني لازم يبقى مرتبي في الشهر مش أقل من 50,000 جنيه. لا أصفار كتير، بس يعني القناعة كنز لا يفنى يعني، خليها يعني 50,000 جنيه، 60 يعني، بحدود 200,000 ونص مصاريف شخصية والتانية هستثمر فيها. على كل من الرياض ينضم إلينا الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة STC الأستاذ أحمد الغامدي. سيد أحمد أهلا بك، شكرا على تواجدك معنا في صباح العربية، منورنا. يا هلا فيك، شكرا يا سهام وشكرا نادين على الاستضافه. اهلا استاذ احمد. بشكل عام لماذا الراتب يكون مرتفعا في مكان ومنخفضا في مكان اخر، وهل الرقم فقط هو الذي يحدد بالمطلق اذا كان الراتب جيد؟ اولا يعطيكم العافيه على تخصيص وقت من برنامجكم المميز لشرح اليات سوق العمل وتحديدا يعني الرواتب واختلافها في المنطقه، لان اعتقد انه من المهم أنه يطلع عليها ويفهمها كل فئات الموظفين والموظفات، سواء كانوا حديثين تخرج ولا ذوي خبرة في القطاع العام أو الخاص. أها. لنبدأ بالعوامل اللي عادة تتأثر في اختلاف الرواتب. عادة تتأثر الرواتب بين منطقة وأخرى،
واهم عامل هو تكلفه المعيشه. لاحظنا في الاستبيان اللي ذكر في التقرير انه في المناطق اللي تكون غاليه وخاصه من سكن وغذاء وباقي المصاريف الشخصيه والعائليه. المهم هو مجموع الراتب المستلم بقدر ما هو اهميه المبلغ المدخر منه على المدى البعيد. يعني ممكن استلم في مدينه 15000 ريال بنهايه الشهر ما يبقى منه شيء، ولكن استلم في مدينه ثانيه راتب 10000 ريال اكثر منه 30%. طيب استاذ احمد، يعني بشكل خاص موظف في شركه كيف تتحدد قيمته؟ هل تتحدد بالاقدميه، بالاهميه، بكثره الانتاجيه، كيف؟ سؤال جدا جميل، لاني اعتقد انه لكل موظف تعريفه الخاص لقيمته داخل المنظمه، سواء اللي يعمل في قطاع خاص او قطاع عام. لكن خليني اقول لك وجهه نظري، انه قيمته تحدد بكيفيه مشاركتك في نجاح المنظمه، ليست بالاقدميه وليست بالشهاده، وكيف تعتمد عليك ادارتك لتحقيق الاهداف. والاهم هو كيف ازيد من قيمه مجهوداتي واكبر من دائره التاثير الخاصه بي كموظف. كل هذه الامور ما تجي بدون ما يسعى الواحد للحصول على خبرات عمليه مناسبه، بعض الشهادات الدراسيه والاحترافيه. طيب استاذ احمد، متى يدرك الموظف انه يستحق زياده في الراتب وكيف يطلب ذلك؟ دائما نسأل هذا السؤال، لأنه الجميع يحرص على زيادة دخله بشكل منتظم لتغطية المصاريف الحياتية والمشاريع المستقبلية. فيما يخص السوق السعودي والمنطقة بشكل عام، في الممارسات الشائعة أنه في القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي في علاوة سنوية ترتبط عادة بأداء الموظف ومستوى التضخم، وهذه الزيادات تكون عادة ثابتة بدون طلب من الموظف. لكن الحالات التي تدعي نطلب الموظف بزيادة راتب هي عندما يحس الموظف أن راتبه أقل بكثير من نظرائه بسيط، أو عندما يتم ترقية الموظف بشكل رسمي وكلف المهام أعلى بدون خطة لتعديل الراتب. هذه الحالة يكون من المناسب أنه يتواصل مع مدير المباشر ويستفسر من الموارد البشرية، وممكن أن يختار الموظف الأهم أن يختار الوقت المناسب. وضع الشركات يختلف، قد يكون صعوبة بالمكان عمل في رواتب في حال كانت شركة مثلا تمر بي. طيب أستاذ أحمد، أنا إذا بدي أحدد مستوى نجاحي وكفاءتي، هل هذا مرتبط بالدرجة الأولى برقم راتبي؟ لا أعتقد ذلك. يعني حصر النجاح برقم راتب غير دقيق، الموظف الطموح ينظر بجميع أبعاد النجاح، سواء إنجازات العملية أو الاستدامة المالية وتحقيق الخطط المستقبلية. أود أشير أن وضع رقم الراتب كمؤشر وحيد يكون خادع لنا شخصياً، وقد يغطي على ضعف المزايا المقدمة للموظف كانعدام البدلات والقروض السكنية أو سوء التأمين الطبي وعدم وجود مزايا تذكر غير الراتب. طب يعني إذا هيك حطينا رقم يا أستاذ أحمد، حتى يعيش الإنسان حياة كريمة وهيك، قدي ممكن تقديرياً؟ دائما انا كما ذكرت قبل قليل، يبدا الشخص بكم يريد ان يدخر ومن هنا ينطلق. فاذا عرف الشخص انه كم يريد ان يدخر، فنفترض انه 20 او 30% من المبلغ يريد ان يدخر، اذا يحدد بالضبط كم هو المبلغ العام الذي يحتاجه لبدء حياته العمليه او لاستثماراته المستقبليه. شكرا جزيلا، نورتنا وجودك معنا من الرياض، رئيس تنفيذي للموارد البشرية في مجموعة STC الأستاذ أحمد الغامدي، شكرا جزيلا لك. فاصل ونواصل. نعم صباح الخير. ولا إيش اللي عندي مكفيني والحمد لله، اللي معطيني يا ربي بزيادة. محتاج مبلغ كثير كبير عشان أصير غني. يا ستي أنا راضي في وضع اللي أنا فيه حاليا، وأنا بعتبر حالي غني كثير مدام أني مرتاح نفسيا وأموري تمام، وأنا مبسوط بحياتي وسعيد في حياتي، هذا الأهم. عشان أصير غني هو مبدئيا يعني مثلا بدي مليون هيك أسابي أوضاعي هالكم شغلة، وبعديها خلص يعني ربك بفرجها لحالها. أنا بالنسبة لي يعني تقريباً 100,000 وبصير أموري 100%، وبحس حالي غني. بس أكثر من هيك يعني تقريباً راح يروح 40,000 ضرائب للأردن، وبضل لي 60,000 وبصير أموري 100%. دي مبلغ 100,000 علشان أقولي أبني
وأعمل لي مشروع صغير بس. أهلا بكم من جديد. يعاني تطبيق فيسبوك من أجل المحافظة على وجوده في قائمة الأكثر 10 تطبيقات تنزيلا على الأجهزة الذكية، حيث تؤكد بيانات متجر أبل ستور تراجع كونه الأكثر تنزيلا في الولايات المتحدة لأكثر من 110 أيام خلال العام الحالي. موقع تاك كرانش المتخصص في التكنولوجيا ذكر أنه مع التحول للمستخدمين لمنصات جديدة مثل تيك توك أصبحت المنصات التقليدية في أزمة من أجل المحافظة على شعبيتها. وخرج تطبيق فيسبوك من قائمة الأكثر تنزيلاً 59 مرة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما ظل التطبيق خارج قائمة العشر الأوائل لأكثر من 37 يوماً متصلة. أنت عندك فيسبوك يا نادين؟ تعتقدي انه انا ما عندي، فبسالك تعتقدي في منصات طغت على فيسبوك اليوم؟ يعني انا من تجربتي الشخصيه فعلا، لانه انا صرت ميالي اكثر للتطبيقات الثانيه، يعني تيك توك لسه ما دخلنا عليه، هو اكثر للجيل الاصغر منا. بس عم بتابع تيك توك، يعني عندي حساب على كل المنصات، بس اكثر صرت على انستغرام وتويتر وسناب شات. حلو. ما بعرف ليش ضحكوا بالجاليري. الى خبر طبي، إلى خبر طبي بالغ الأهمية يا نادين. فمن خلال فحص بسيط للدم أصبح بالإمكان كشف أكثر من 50 نوعاً من السرطان حتى قبل ظهور أي علامات للإصابة بهذه الأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد أن تستفحل. خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أجرت أول تجربة على هذا الفحص في العالم للذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً. ورغم عدم وجود نتائج جازمة حتى الآن، إلا أن الباحثين متفائلون بأن لدى الفحص إمكانات هائلة، ويعتقدون أنه قادر على منع 10% من إجمالي الوفيات التي يتسبب بها السرطان. ويأمل الخبراء في أن يساعد هذا التطور في التشخيص المبكر، حيث يقود تأخر التشخيص إلى فشل العلاج وزيادة معدلات الوفاة. فالأرقام وفقا لمنظمة الصحة العالمية تكشف أن السرطان مسؤول تقريبا عن وفاة واحدة من كل 6 وفيات في العالم. مزيد حول هذا الفحص الواعد معك لميس. خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أجرت أول تجربة على فحص دم جديد للذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، يهدف إلى اكتشاف 50 نوع من أمراض السرطان قبل ظهور أعراضها على أجساد البشر. شارك أكثر من 140 ألف متطوع في التجارب الأولى للفحص، وجرى تحويل المئات منهم إلى فحوص أخرى مثل تنظير القولون كنتيجة للفحص الجديد، ومن المتوقع أن تكون هناك نسبة كبيرة منهم مصابة بالسرطان. وتقوم آلية عمل الفحص الذي يطلق عليه جاليري على التقاط شظايا الحمض النووي المرتبطة بالسرطان، ويمكنها أن يرشد إلى المكان الذي جاءت من هذه الشظايا، ما يساعد في الوقاية من المرض خاصة في المرحلة المبكرة. وفي حال نجاح الفحص فسيتم توسيع نطاق استخدامه ليصل إلى 1,000,000 شخص في بريطانيا بحلول مطلع عام 2024. في الاستوديو ينضم إلينا دكتور علاء الدين معراوي، استشاري ورئيس قسم الأورام والدم في مركز الخليج الدولي للأورام. نورتنا يا دكتور، شكرا لتواجدك معنا في الاستوديو. شكرا لدعوتكم. أهلا بك. طيب دكتور، فحص دم جديد يكشف 50 نوعا من السرطان حتى قبل ظهور الأعراض، بالنسبة لكم كدكاترة إلى أي مدى هذا الخبر مهم ويدعو للتفاؤل؟ الموضوع أنه إذا كان هذا الفحص راح يكشف هالنوعية من الأورام، هي طبعا ما راح تحصل عند الشخص الآن، ربما تحصل بعد سنتين ممكن 10 سنين. فالسؤال بيبقى أنه ممكن الشخص بيحب يعرف على هالشيء قبل عدة سنوات، هي أولا. ثانيا أنه هالفحص طبعا ما له دقيق 100%، دقته 40% و60% يمكن يكون إيجابي كاذب. طيب يعني دكتور علاء الدين، لماذا الكشف سهل لمن هم فوق 50 عاماً في هذا الفحص؟ لا، هو فكرة دراسة أنه بعمر
50 وما فوق، الدراسة بين 50 و 77 بهالفئة العمرية احتمالات حدوث أو السرطان أعلى، فهن لهالسبب اختاروا هالفئة العمرية. طيب الفحص يقوم على التقاط شظايا الحمض النووي التي تسكب في الدم وتتسبب بالسرطان، ما رأيكم بآلية عمل هذا الفحص؟ هي آلية واعدة جدا. بالنسبة للسرطان، إذا كان السرطان نشط وراح يسبب مشكلة، عادة هالخلايا تتكاثر بسرعة كبيرة. تكاثرها بيخلي يطلع منها شظايا من الـ DNA. DNA بيمشي بالدم، فهون الفكرة أنه نحن راح نطلع على الدم ونشوف إذا في بصمة وراثية لهالـ DNA الورمي. طيب دكتور علاء الدين، هل في حالات سرطانية معينة قد يكون هذا الكشف مفيداً لها، هذا الفحص مفيداً لها قبل تفشي الأعراض والأورام السرطانية في الجسم؟ طبعاً يعني إذا عم نحكي حالياً، نحن ما كل سرطان منشوفه في له كشف مبكر. هالدراسة بتقول أنه الفحص كفحص واعد عم يوعد أنه 71% من حالات السرطان التي حالياً ما لنا أي طريقة للكشف المبكر عنها ممكن يكشفها. ولكن طبعاً مثل ما قلنا في عدة أمور، هي أولاً دراسة، يعني حالياً راح تبدأ وبدها عدة سنوات لتطلع نتائجها. الشغلة الثانية أنه عينة دم مو مرة، هي راح تنعمل 3 مرات على مدى سنتين. بيبقى بعد هالشيء أنه الشخص اللي بده يدخل بالدراسة راح يطلع معه 1% احتمال يقولوا له طلع معك شيء وتفضل خلينا نشوفك ونعمل لك استقصاءات كاملة لنشوف. هون طبعاً في شوية خوف، في شوية يعني إيه هذا الخوف دكتور؟ يعني أنت كخبير في هذا الشأن وكل يوم تشوف المرضى، هل هناك استعداد لدى الأشخاص فعلاً بإجراء هكذا فحص يظهر نتائج مبكرة للسرطان؟ الجواب هو مو كل شخص ومو كل بيئة ومو كل مجتمع. بدنا نشوف إذا الفحص مش مكلف كمان، إذا أي حدا بيقدر يروح يفحص. الكلفة حالياً خلينا نحطها على جنب، خلينا أول شيء نتأكد أنه هو هذا الفحص المفيد، لأنه بالنتيجة إذا فعلاً نحن حصلنا أورام سرطانية بالمرحلة الباكرة، خلينا نقول مثلاً مرحلة 1 بدل مرحلة 3، يمكن هالمريض أو المريضة ما يعودوا يحتاجوا لعلاجات معقدة كيماوية وإلى آخره، فهو عملياً كتوفير مادي يمكن بالعكس يمكن يصير توفير من هالفحص. طب هو هذا الفحص قد يحمي من المراحل الأخيرة للسرطان ولا قد يحد من يعني تفشيه وبداية ظهوره في جسم؟ هو طبعاً حالياً مثل ما عم نقول هي دراسة، في حال كانت في حالة دراسة أثبتت نجاعته طبعاً معناها رح ينكشف سرطانات بمرحلة باكرة وربما هذا يترجم لشفاء عاجل. خليني أعطيك مثال يعني واقعي أنا شفته مبارحة. ست راحت عندها مساك، عملت تصوير كامل، راحت غير دولة عملوا لي تصوير من راسي لرجلي، عمرها 77 سنة ولا اكتشفوا كتلتين كل واحدة بالكلية. أجت لعندي في شك يكونوا أورام خبيثة. بس السؤال أنه هي عمرها 77 عندها ضغط وعندها سكري وعندها كوليسترول وعايشة بشكل جيد. طيب أوكي، حالياً نحن لازم نتخذ قرار. شو رح نعمل؟ بهالحالة نحن ما بقينا نحسن نتفرج، صح؟ فرح نعمل عملية. نعمل عملية طبعاً كليتين، كيف بدنا نعمل كليتين؟ معناتها بدنا نروح نستأصل أول ورم ونتأكد هل هو خبيث ولا لا، وبعدها بنقرر نمشي شوي تانية بنمشي على تاني واحد. فهو إذن يعني الدخول بالدراسة سهل، ولكن أنه الشخص لازم يكون على علم بما بعده. صح إن شاء الله نتمنى السلامة للكل ويكون هذا الفحص واعد. شكرا جزيلا دكتور علاء الدين معراوي، استشاري ورئيس قسم الأورام والدم في مركز الخليج الدولي للأورام. شكرا دكتور. شكرا. Oh.
عندما نتناول طعامنا في الهواء الطلق تدخل كمية كبيرة من الأكسجين إلى أجسامنا، لذلك تتنشط خلايا الدماغ وخصوصا المسؤولة عن فتح الشهية وعن الإدراك الذاتي للتذوق. نصائح هامة لحفظ الطعام عند الذهاب في نزهة، من أهمها عدم وضع الصلصات والتتبيلات إلا قبل بضع دقائق من تناول الطعام. من أهم الأشياء اللي لازم ننتبه لها العصائر الطبيعية، ما لازم تكون محفوظة بعلب بلاستيك وإنما بزجاج أو بعلب كرتون. أما بالنسبة للحوم فيجب وضعها في علب مبردة لتجنب الإصابة ببعض البكتيريا التي تسبب التسممات الغذائية، بالإضافة يجب الامتناع عن اللحوم المصنعة والمبردة خلال النزهات. يجب استبدال جميع السلطات التي تحتوي على صلصات مثل المايونيز وأي شيء بيحتوي على البيض نظراً لسرعة فساده، واستبداله باللبن والخردل أو أي صوص من البندورة. وأخيراً لكبح الشهية أثناء النزهات يجب شرب كمية كبيرة أو كوب كبير من الماء قبل تناول الوجبة بشكل مباشر لإعطائنا شعور بالشبع. ثانياً يجب وضع سلة من الفاكهة في متناول اليد. وأخيراً وثالثاً يجب وضع فواصل زمنية بين الوجبات، خلالها أنصح بممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق. أهلا بكم من جديد. خبر مقلق لمحبي التنزه تحت المطر، مياه الأمطار سامة ما لم تنظف تقنيا. هذا ما أكده باحثون في جامعة ستوكهولم في السويد، حيث وجدوا أن مياه الأمطار في جميع أنحاء العالم تحتوي على مادة سامة. دراسة جديدة أكدت أنه في الزمن الحاضر هناك الكثير من المواد الكيماوية التي يصنعها الإنسان وتدخل في تركيب الأمطار. الدراسة أشارت أيضاً إلى أن مياه الأمطار تحمل أخطاراً كبيرة بحال شربها بشكل مباشر من قبل الإنسان دون الخضوع للتقنية. البحث أشار إلى أكثر من 1400 مادة كيميائية من صنع الإنسان والمواد التي تم استخدامها تاريخياً لمجموعة من المنتجات كلها في مياه الأمطار. إذن لا تشربوا مياه المطر. دخان متصاعد. بتحبي تشربي مياه المطر كمان؟ همشي تحت المطر مش هشرب. ما هي سامة. اي لا ابعدي عنها. دخان متصاعد وأراض تأكلها النار، هذا هو الحال في العديد من الدول حول العالم التي شهدت حرائق في مساحات واسعة من غاباتها. الحرائق شملت آلاف الهكتارات في فرنسا وإسبانيا والبرتغال أوروبيا، في وقت اندلعت حرائق شديدة في عدة مناطق من الجزائر، فيما كانت الصين على موعد مع أسوأ موجة من هذه الحرائق. يحدث ذلك في وقت أعلنت عدة دول لا سيما فرنسا بأن الحرائق الحالية مفتعلة. أمام هذا الواقع الشرطة الفرنسية خصصت نحو 3000 شرطي من أجل البحث عن مشعلي الحرائق، فيما فتحت الجزائر تحقيقاً في حوادث الحرائق. وقد تضررت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية في دول عدة، فيما تعرضت مئات المنازل للحريق في إسبانيا فرنسا والبرتغال. كما أدت الحرائق الحالية إلى إجلاء مئات الآلاف من المتضررين من الحرائق في دول عدة.
وينورنا في الاستوديو كضيف اليوم الزميل الجميل ليث بزاري مراسل صباح العربية في فرنسا. ليث أهلا بك اليوم. صباح الخير لك. وقبل ما نبدأ أي نحكي أي كلمة بدنا نتذكر إنه حكينا عن الزملاء وراء الكاميرا بس نسينا عبد السلام الشبلي وخلود عارف وجيمي دائما كان يقول لي جلس قعدتك جلس ظهرك. كمان بس بدي أقول للمشاهدين يا ليث إنه أنت أصريت علينا نقول لك أستاذ فأنا كل سؤال حد ناديك أستاذ ليث. أنا أصريت عليك طبعا. طيب لا أنت قلت لي ليث قلت لك يا أستاذ ليث يا أستاذ بس أستاذ is good. طيب أستاذ ليث. لا مش لهالدرجة. الحرائق أنت غطيت كثير من حرائق الغابات خصوصا في أوروبا. ما قصة الحرائق المفتعلة وهل هناك بالفعل أشخاص يفتعلون هذه الحرائق؟ يعني من يفتعل تلك الحرائق هو أكيد عندهم مرض نفسي، هذا ما أثبت في إسبانيا لأنه مسكوا أشخاص من أعمار مختلفة. بتذكر في منطقة تامورا في كاستيا اليون في مقاطعة كاستيا اليون في إسبانيا شخص عمره 64 عام وقد يعني الإسبان درسوا هالموضوع اكتشفوا أنه أغلبهم عندهم مشاكل نفسية قد تكون عاطفية قد تكون نفسية اجتماعية ما قادر الواحد يكون مجتهد في عمله أو في المكان الموجود فيه إن كان عمل أو غيره أو أنه يكون هناك انتقام من الدولة. تخيلي في منهم في قوانين في مناطق في إسبانيا أذكر تماما في تاراكوتا في شمال إسبانيا سرقسطة بالعربي اكتشفوا أنه هاي المنطقة مسكوا شخص كان غاضب على الدولة على قوانين الدولة في هذه المنطقة فقال أحسن شيء أنتقم. عدا ذلك طبعا في حرائق كانت مفتعلة بطريقة غير مباشرة هلأ بنحكي عنها. طيب خلينا نفهم هيك كلمة المفتعلة. أوكي قلت لنا أنه في ناس ومرضى نفسيين وهذه الزاوية أنه كمان الجانب العاطفي إذا بيعاني من مشاكل عاطفية يعني ولع نال الغيرة ولع الشجر بالضبط. بس أنا بدي أفهم هل فعلا زي ما بنسمع في هيك أقوال بتقول أنه في رجال إطفاء نفسهم أو صحفيين نفسهم لا تقشت علي بس هيك لا إرادي أشتعلت عم بفتعلوا هاي الأمور لحتى بيكون ممكن الشغل واقف بهاي الفترة. كثير ناس عم تحكي هيك إنه وتسليط الضوء على أهمية دورهم في الأماكن الخطرة. نعم كاميرتي هون جيمي بقدر أقول مش مزبوط أبدا لأنه أنا عشت مع فرق الإنقاذ إن كان بإسبانيا حتى في مناطق بفرنسا كان هناك نقص في رجال الإطفاء فكانوا أصلاً ما عندهم وقت ليتنفسوا إذا صح شفنا ضحايا منهم إذا صح التعبير ما كان عندهم وقت يعني كانوا يدوب يوقفوا شغل إطفاء الحرائق ومن ثم إنذار آخر في منطقة أخرى. أصلاً هم عدد رجال الإطفاء انتبهوا أنا الأكثر إشي لفتني إنه في منطقة إسبانيا تخيلي بلد مشهور بالحرائق صيفاً ومعروف 300 رجل إطفاء فقط لا غير في منطقة شمال إسبانيا 300 شخص يعني متخيلة هل يعقل أنه رجال هالإطفاء يقوموا بهذه الحرائق التي نشاهد على الشاشة؟ ما أتوقع ذلك. طيب. حتى صحفيين لماذا؟ لإثارة خبر صحفي. هل تعرف أنه الحرائق في إسبانيا هي عقوبتها كأنه واحد يقوم بعملية إجرام هي جزء من بالقانون الإسباني هي المادة 2 بالقانون الإسباني تعد إجرام هي جريمة فلذلك كيف يعرض حاله البشر والشجر الحجر والبشر بالضبط. فهذا يعني بعدين كيف تعود إذا رجعنا مثلا لفرنسا خلينا نبعد شوي عن إسبانيا والبرتغال. فرنسا برضو صاروا يتكيفوا مع ما يحدث. شفنا وزير الداخلية جيرال دارمانا أنه 300 رجل إطفاء سوف يكونوا رجال حرائق خضر هذا يساعد بذكرنا ما حدث في السترات الصفر في فرنسا صارت في طرق لأن الشرطة عادة في معظم دول العالم يا بسيارات عربات أو على دراجات نارية صاروا هلأ تروتينات وهي السكوتر صارت برضو تستخدم صار الخيول بالقدس عنا بتذكر موجود الخيول في بعض المناطق ولكن في فرنسا هذا شيء جديد لأن عادة الخيول بتكون للعروض العسكرية بنفس الوقت صار السيجواي برضو تستخدم من قبل رجال الشرطة ليس فقط في فتة السترات الصفر ولكن أيضا في غابات بولونيا وغابات المحيطة في باريس لمطاردة الذين اللصوص الموجودين لأن السيارة ما بتقدر تفوت فكيف برضو الواحد يعني رجال الأمن والإطفاء
كمان بده يتأقلموا. الرينجرز شفناهم بأمريكا في مناطق الغابات في بيلمونت في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، ألاسكا موجودين لكي حتى الشخص أو من يسكن هذه المناطق مسموح صيد السلمون فقط للسكان المحليين، ومن يأتي يزور ألاسكا يجب عليه ألا يصطاد تلك الأسماك، في مراقبة من قبل رجال الأمن هناك. بانتظار جولاتك وتقاريرك المبدعة معنا قريبا الأسبوع الجاي إن شاء الله. مش هنقول على المكان، وفي بلاد كمان ترقبوا طبعا. ما نسيت تقولوا أستاذ يمكن. لا أستاذ ليش بزاري نورتنا، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. شكرا. أهلا بكم من جديد. قصتنا من الشارع اليوم قصة حلم وكد وإنجاز، قصة صيدلية البنات. بالفعل قد حققت أم سعودية حلمها بعمل بناتها الأربع في صيدلية بعد أن رهنت بيتها من أجل هذا المشروع. الشقيقات الأربع واجهن خسائر في العام الأول من افتتاح المشروع بسبب ضعف خبرتهن بالإضافة إلى صعوبة العمل في هذا المجال. لكن بعد فترة درسنا السوق لفهم واستيعاب المجال الضخم على الرغم من رفض البعض لفكرة دخولهن سوق الصيادلة. لسا كنا بالحديث عن الصيدلية. صدمتيني. صيدلية نادين. قلت لك عنصر المفاجأة هو اللي لازم يكون دائما في الحياة. ولكل داء دواء. لكل دائم لازم تحطوا الكاميرا علي، لكل دائم دواء. ما شاء الله إلى الرياض. غدا الفهد مراسلة صباح العربية. صيدلية البنات. أي أيوة والله عندنا فضول نعرف صيدلية البنات، تعرفين عليها يا غدا؟ يسعد صباح. صباح الخير نادين وسهام، أطلع عليكم اليوم طبعا للحديث عن قصة أثرت وساهمت في تحفيز أغلب الشباب والشابات السعوديات من الممارسين الصحيين وغيرهم. طبعا نطلع عليكم اليوم من هذه الصيدلية للأخوات الأربع اللي بنوا حلمهم طبعا من الصفر بمساعدة والدتهن اللي رهنت على المنزل لبناء هذا الحلم والمشروع لبناتها الأربع. فللحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا اليوم الدكتورات دينا ومنار. صباح الخير دينا، تحدثي لي اليوم عن نقاط البداية وأهم العقبات التي واجهت هذا المشروع، وخلينا نتحدث عن التفاصيل. صباح النور. والله البداية كانت جدا 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 صعبة علينا وعلى الوالدة خصوصا باتخاذها قرار أنها ترهن البيت اللي هي جلست يعني أقول لك سنين وبنين فوق 20 سنة أنها تبني فيه. اتخذت هذا القرار بكل سهولة فقط لأجل أنها تحقق حلمنا وتشوفنا في أحسن صورة وفي أحسن مكان. بالنسبة للعقبات أو الأشياء اللي واجهتنا، فكل مشروع وكل تجارة فيها عقبات فيها مطبات، ولكن على الواحد أنه يقدر يخطي هذه العقبات ويمشي عشان يوصل للشيء أو للطموح اللي هو حاب يشوف نفسه فيه. منار، طيب لو نتحدث اليوم برضو عن خلينا نقول أبرز ما وصلتوا إليه اليوم، وخلينا نتكلم برضو عن الرسالة اللي توجهونها اليوم لكل ممارس صحي أو لكل شاب وشابة عندهم حلم وحابين يوصلوا له من بعد تعب ومشقة أكيد من الصفر. خلينا نقول أول شيء صباح الخير غادة، وشيء مرة يشرفنا ويسعدنا وجودنا معاكم اليوم. بالنسبة لنجاحاتنا إحنا كمشروع ناشئ طبعا تقاس بمدى رضا العميل والزبون اللي يدخل علي. رضاهم هو غايتنا في الأخير وشيء يسعدنا، كلامهم الطيب على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى لما يدخلون علينا على الصيدليات وتشجيعهم لنا الدائم هو سبب استمراريتنا يعني بعد أمر الله. بالنسبة للأشياء اللي إحنا ممكن نقدمها أو إن إحنا نتكلم فيها تفيد ممكن الشباب، وهذا أكثر شيء انطلب مني صراحة أني أتكلم فيه اليوم. الشباب دائما أنا أقول الشباب عنده قدرة، عنده طاقة، طاقة كامنة هائلة جدا. الشباب السعودي اليوم متوفر لأشياء ما كانت موجودة من قبل، المفروض يستغلها ويسعى لها. إحنا قاعدين يعني اللهم لك الحمد في ظل سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، إحنا قاعدين نشوف تطورات جدا جدا رائعة للشباب. أنا
أنا أتمنى من كل شاب يقدم على تجارة مماثلة أو على أي مشروع تجاري أنه أول شيء يدرس المشروع هذا بشكل جيد جدا، دراسة جدوى ممتازة لازم يتقدم فيها. عندي نصيحة لهم دائما أنسل عليها أنه نترك وظيفتنا، لا لحد يترك وظيفته عشان حلمة نهائيا، بالعكس لا تترك وظيفتك حتى ترى النور من تجارتك. هذا أكثر شيء يعني أنا سألت صراحة عنه كنت حابة أن أتكلم عنه اليوم. إذن خلونا نقول أن لكل بداية صعبة نهاية جميلة. نادين وسهام، هذه أبرز تفاصيل قصتنا لليوم. غادة، بس أنا كمان هيك حابة يعني أعطي ملاحظة أنه فعلا في لمسة وحنية البنات في هاي الصيدلية، لأنه لما بتمشي فيها في فيه هيك جمال وفي نظافة وهفهفة، يعني صيدلية فيها لمسة البنات. ممتاز، شكرا يا غادة. والله خلينا نقول ان المكان طبعا فيه تفاصيل البنات مثل ما ذكروا، اللي هي الحنية والجمال، فما شاء الله. شكرا كثير غادة لك ولضيوفك الكرام، شكرا لكم، ان شاء الله لنا لقاء ولنا زيارة في صيدلية البنات. يحتاج رواد الفضاء خلال رحلتهم البعيدة عن الأرض إلى القيام بتمارين رياضية لعدة ساعات حتى يحافظوا على كثافة العظام لديهم، لكن الأمر ليس بهذه السهولة المعتادة، فهم يستعينون بجهاز خاص يعرف بجهاز تمرين المقاومة المتقدم للقيام بعدد من التمارين مثل سكوات أو رفع الأثقال. رائدة الفضاء الإيطالية نشرت مقطع فيديو كشفت فيه عن طريقة ممارسة الرياضة داخل محطة الفضاء الدولية، وشوهد مقطع الفيديو عشرات الآلاف من المرات، فيما قال معلقون إنه يكشف جانباً من التحديات التي يخوضها رواد الفضاء حتى ينجزوا مهامهم. في الأردن تنافس أكثر من 70 من معدي القهوة في مسابقة فنية للرسم على قهوة اللاتيه ضمن مهرجان الأردن للقهوة. المسابقة أقيمت على عدة مراحل في عمان وإربد والعقبة، وتأهل 18 شخصا فقط للنهائية. ورغم أن المسابقة محلية في الأساس، إلا أن منظميها يسعون في الانضمام من خلالها إلى البطولات الدولية مستقبلا، متبعين كافة الشروط العالمية المطلوبة بما في ذلك لجنة حكام خاصة. قهوتكم مشروبة. أيام عدة مرت على اتهام سيدة عراقية للداعية المصري المعروف عبد الله رشدي بخداعها واستغلالها وهتك عرضها بفيديو مطول بثته هي على فيسبوك. الفتاة العراقية التي تدعى جيهان قالت إنها كانت ضحية لرشدي الذي تلاعب بها واعدا إياها بالزواج متهربا منها بعد عقد زواج شفهي بينهما دون توثيق ذلك في المحكمة. الفتاة ادعت أنها ليست الأولى التي يستدرجها رشدي، وأن هناك فتاة أخرى حدث معها الأمر نفسه بسبب رشدي. في وقت رد رشدي عبر مواقع التواصل مؤكدا أن السيناريو خيالي وساذج بحسبه، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد المشهرين به. كانت الفتاة العراقية قد قالت في معرض حديثها الطويل إن رشدي دعاها لمصر، وبالفعل سافرت إلى هناك حيث تواعد على التعارف والزواج إن تم الاتفاق، إلا أنه تنصل منها بعد أن تقابلا عدة مرات في شقق متعددة في العاصمة المصرية القاهرة قبل أن يتنكر لها على حد تعبيرها. خلاف كبير وجدل لا يتوقف في مصر حول الزواج الشفهي. الشيخ المصري الشهير علي جمعة مفتي مصر السابق قال في إحدى الفتاوى أن الزواج دون ورق أو مأذون حلال، شرط أن يستوفي أركان المتمثلة بالإشهار والشهود. الدكتور خالد حمدي أستاذ القانون بجامعة عين شمس المصرية قال في حديث سابق أن الزواج دون ورق غير قانوني لأنه ينفي حقوق الزوجة والأبناء إن وجدوا. أما الدكتور جميل عبد الباقي أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس
سابقا فيؤكد أن الزواج لا يستلزم الورقة، فهو التلاقي بالإيجاب والقبول مشيرا إلى أنه صحيح لكنه لا يثبت النسب. وبالنسبة لدار الإفتاء المصرية فإنها تؤكد أن هذا النوع من الزواج صحيح حتى لو لم تتوفر فيه الأوراق الرسمية في السجلات الحكومية، طالما توفرت الأركان والشروط الشرعية. الواحد قاعد من دول في الإدارة بتاعته يتكلم معاك بكل ثقة وبكل القاهرة. تنضم إلينا المحامية مها أبو بكر. مها أهلا بك، يسعد صباحك معنا في صباح العربية. سعد هالصباح. أهلا بك، صباح الخير. طيب مها، يعني قضية أثارت الكثير من الجدل داخل مصر، عراقية تتهم داعية مصري بهتك عرضها، في أي إطار قانوني توضع هذه القضية؟ يعني خلينا نقول مبدئيا انه وسيله التوثيق في كل الحقوق مش بس في عقد الزواج هي الوسيله المثلى بشكل قانوني. يعني قواعد الاثبات في مصر اولها هي قاعده الثبوت بالكتابه، وبالتالي كان لابد ان يوثق عقد الزواج ده طبقا للشكل القانوني. يترتب على ذلك كل الحقوق المترتبه للعلاقه الزوجيه سواء كانت من نفقه سواء كان من اثبات نسب او خلافه. بينما فكرة أن يكون عقد الزواج شفهيا فهذا العقد أمام القانون ملوش أي أثار شرعية في الحياة ولا أي أثار قانونية، وبالتالي هو مش موجود. طيب هذا كلام كتير مهم يا مها، في هاي الحالة كيف ممكن إثباته إذا واحدة بدها تيجي تتهم أنه شخص تزوجها زواج شفهي لفظي ثم هتك عرضها كما حصل في الحادثة الأخيرة وفق هذه الاتهامات، كيف ممكن إثباتها إذا ما في وثائق؟ يعني كيف رح يصير في اتهام للمتهم؟ لا تثبت. خلينا نقول أنه لا تثبت العلاقة الزوجية إلا بالإقرار، وبالتالي إذا أحد طرفي التداعي أقام دعوى إثبات علاقة زوجية أمام المحاكم المصرية ولم يقر الطرف الآخر لا تثبت هذه العلاقة. طيب طيب الفتاة سيدة مها، وبالتالي في الحالة اللي أمامنا تفضلي، في الحالة اللي أمامنا يعني هذا يعني هذه الحالة أمام القانون ليست بزواج في الحقيقة، دي رقم واحد. رقم اتنين فيما يتعلق بفكرة هتك العرض ومواقعة أنثى بغير رضاها، هي طبعا جريمة أمام القانون المصري، خاصة أنه تم استدراجها من بلد أخرى إلى مصر، ويعني ده طبقا للواقع اللي نشرتها طبعا السيدة العراقية سيدة هنا كنت سأسألك. بالتالي نعم هو هذا الأمر مجرم. طيب الفتاة نشرت محادثاتها مع الداعية المصري على مواقع التواصل الاجتماعي يدعوها فيها للمجيء إلى مصر، وقامت بكذلك نشر صورة تأشيرة قدومها إلى مصر، إلى أي مدى هذه الأدلة تفيدها؟ هذه الأدلة تفيدها في الأمر الجنائي أو العقوبة الجنائية والمتعلقة بها هتك العرض ومواقعتها بغير رضاها، لكن مش هتفيد في إثبات العلاقة الزوجية. طيب مها، في الحالات القانونية كيف بتعامل القانون مع مثلا من باب المزاح زوجتك نفسي زوجتك نفسي؟ لا يتعامل مع القانون، لا أمام القانون هي ليست بزواج. طب الداعية رد سيدة مها وقال أن كل ما تقوله السيدة هو سيناريو خيالي وساذج وسيتخذ الإجراءات القانونية. في هذه الحالة في ظل غياب أدلة زواج، هل يعتبر هو بالفعل الضحية وتم التشهير به؟ لا في الحقيقة هي اللي هتبقى برضه الضحية، لأنه في النهاية هي وثقت فيه باعتبار وعالم دين، وهي قالت ده بالفعل في الفيديوهات بتاعتها وحتى في التفاصيل اللي اتكلمت فيها، يعني هتظل هي بالفعل الضحية، لأننا في الحقيقة ظرف مشدد، وهذا الظرف إن هو له ولاية عليها بصفته رجل دين، وهذا الظرف موجود في القانون بالمناسبة. شكرا جزيلا على وجودك معنا من القاهرة، المحامية مها أبو بكر، شكرا لك. نبقى في مصر ولكن في قصة أخرى، تجديف قوارب التنين على نهر النيل له متعة خاصة.
مراكب التنين الصينية باتت جزءا من المشهد في المياه المصرية. تفاصيل أكثر عن قواعد هذه الرياضة مع ندى حجازي. إليك يا ندى. من الصين وإلى نهر النيل في مصر انتقلت رياضة تجذيف قوارب التنين ذات الهيكل المميز والتي توجب أن يعمل الفريق كسيمفونية واحدة لتحقيق هدفه في الوصول إلى خط نهاية السباق في أسرع وقت ممكن. مزيد من التفاصيل عن هذه الرياضة ذات الجذور التاريخية نتعرف عليها سويا. قارب التنين هو مركب مائي يعمل بطاقة البشر، يعود أصله إلى دلتا نهر اللؤلؤة في الصين. يتم صنعه من خشب الساج الكبير، ويتم تزويد قوارب التنين بشكل عام برؤوس وذيول التنين الصينية المزخرفة. هي الدراغون بوت الفكرة فيها إن هي محتاجة سينكرونيزيشن جامد جدا، يعني الناس كلها لازم تكون ماشية مع بعض بالملي، أذروايز المقاذيف هتخبط في بعض. فهي تيم وفي نفس الوقت سباق سرعة، مفيش شروط، لأن زي ما انت شايفها المركب واسعة، فهي مفيش المشاكل بتاعة الوزن الخاصة بالرياضات التانية اللي هي المركب بتكون أضيق أو أصغر أو كده. السن هي فيها أصلاً كذا كاتيجوري، في منها كاتيجوري open age يعني أي سن، فاحنا معتبرينها رياضة اللي هي تنفع للجميع يعني. ولا تخلو قوارب التنين في السباقات من الطبول على رؤوسها، حيث يجلس في مقدمة كل قارب طبال يقرع الطبلة بنمط يساعد المتسابقين في تزامن جميع ضرباتهم ويوجههم لتسريع أو إبطاء الوتيرة. أما بننزل المركب بنطمن إن المركب بالانسد، يعني الناس اللي على اليمين مش قتل من الشمال، لأ نقعد نوفق كده لغاية أما المركب تبقى بالانسد وبنتحرك بيها. كل الناس لابسه لايف جاكيت، وفي لانش كده كده بيكون اراوند المراكب عشان لو حصل اي حاجه. وبنقول يا جماعه ما حدش يقف مره واحده، احنا كده كده بننزل مع ناس كلها كبار، فممنوع منعا باتا ان حد مره واحده يروح قايم واقف. الرياضه دي بتزود النفس وبتزود الفتنس، لان هي زي ما قلت لك هي رياضه سرعه، فهي يعني السباق 200 متر لازم يخلص في دقيقه، فهي تلحقيش تاخدي نفسك فيها. مفيش حد خالص بيقعد، يعني ورا في واحد بس بيكون قاعد ماسك الدفه، قدام بيكون في الدرام، الدرامر قاعد بيدي البيس بتاع الأدفة. فطبيعي ان المركب لازم تكون عامله كده عشان تكون يعني تاخد الموج او تاخد السرعه بتاعتها، ما تكونش البوز بتاعها نازل في الميه، او يعني ما يكونش مقدمتها نازله في الميه فتعيق الحركه. قارب التنين ليس فقط قارب منافسه في السباقات الرياضيه، بل له جذور في طقوس شعبية صينية قديمة، حيث كانت تمارس سباقاته كأساس لطقوس المياه السنوية والاحتفالات والمهرجانات. لصباح العربية، ندى حجازي، القاهرة. جديد، غالباً ما نسمع عن تدابير كثيرة لمنع وصول المهاجرين، لكن ماذا لو قلنا لكم إنه في هذه اللحظة هناك دول تسهل الهجرة إليها وبشتى الطرق؟ ففي وقت يبحث الكثير من الشباب في عالمنا العربي عن فرص الهجرة والسفر سعياً لحياة أفضل، تجري نيوزيلندا تسهيلات على قواعد الهجرة بهدف سد النقص في العمالة. وفي التفاصيل، لا تنافس شركات على استقطاب موظفين، يعد جزءاً من اتجاه عالمي ساعد على رفع الأجور في نيوزيلندا، ما يشكل تحدياً لجهود محاربة التضخم من قبل البنك المركزي. تعد المهن الهندسية ومجال الإنشاءات على رأس القائمة التي تطلبها نيوزيلندا، تليها المهن الطبية من الأطباء والتمريض في أغلبية التخصصات، كما تبرز الوظائف التعليمية والمحاسبة والسياحة والزراعة. نيوزيلندا تعتبر بوصلة المهاجرين لما تتيحه من مستوى معيشي مناسب وتوافر فرص العمل وسهولة إجراءات الحصول على الجنسية، إلى جانب ما يعرف عن شعبها من تقبل الآخر. لميس ستعرفنا الآن على حوافز الهجرة عند دول أخرى. نتعرف على دول تقدم حوافز للهجرة إليها، أولها كندا التي تعتبر أسهل دولة يمكن الهجرة إليها، فقد قدمت للمهاجرين ممرا آمنا على مر السنين وتعترف بمساهمتهم في النمو الاقتصادي للبلاد. فالدولة تحتاج إلى عمال أجانب ليحلوا محل المتقاعدين. ألمانيا
تعد وجهة مفضلة للكثير من المهاجرين، والسبب يعود إلى نظام الرعاية الاجتماعية الشامل المدرج في القوانين. وانطلاقاً من التزامها بمبادئ المساواة، تحرص ألمانيا على توفير نفس الامتيازات للمهاجرين أيضاً. أستراليا تقدم مجموعة من القوانين والقواعد البسيطة نسبياً المتعلقة بالإقامة الدائمة فيها، وأفاق العمل والتوظيف جيدة للغاية أيضاً. وعلى الرغم من كونها بلداً غالياً بعض الشيء، لكن متوسط الرواتب العالي يغطي هذا الأمر. هذه الأسباب تجعل من أستراليا واحدة من أسهل الدول التي يمكن الهجرة إليها. سنغافورة أيضاً تقدم خيارات معقولة للهجرة والحصول على جنسية فيها، وتحتل مرتبة عالية جداً في مؤشر التنمية البشرية العالمي، وهي وجهة هجرة مفضلة للقادمين من ماليزيا، الصين، الهند وإندونيسيا. من باريس ينضم إلينا الباحث السياسي والمتابع لشؤون الهجرة ناصر زهير. سيد ناصر، أهلا بك معنا في صباح العربية، منورنا. هل نحن بالفعل أمام اتجاه عالمي لتشجيع الهجرة لدواعي اقتصادية؟ نعم، صباح الخير، تحياتي لك ولفريق العمل والمشاهدين. يعني الآن الصورة انعكست فيما يتعلق في الهجرة من مكافحة أو العمل على صد المهاجرين ومنعهم إلى الدعوة إلى استقطاب المهاجرين لسوق العمل في الدول المعنية في هذا الأمر. لدينا الآن نيوزيلندا، بريطانيا في نفس الطريق لأنها واجهت أزمات كثيرة فيما يتعلق في المهاجرين ونقص العمالة في الداخل البريطاني بعد البريكزيت. أيضا ما يتعلق في دول مثل ألمانيا التي تزيد فيها نسبة الشيخوخة بمقابل الشباب المنخرطين في أسواق العمل، ولذلك أعتقد بأنه سيكون هناك برامج أسهل بالنسبة للهجرة، خاصة المهنيين حول العالم، ليكون هناك استقطاب لفئات العمل الأكثر حاجة بالنسبة للدول المعنية. أستاذ ناصر، معضلة الهجرة غير الشرعية، رغم تعامل بعض الدول من ناحية أمنية معها إلا أنها مستمرة وما زالت خطر على البشر، هجرة نحو الموت بدل البحث عن حياة وفرص جديدة، هل ستحد تسهيلات بعض الدول لاستقطاب ناس واستقبال استقطاب عمالة من مثل هكذا معضلة؟ يعني للأسف الهجرة غير الشرعية هي المأساة التي يواجهها العالم الآن. مثل هذه البرامج قد تحد من الهجرة غير الشرعية، ولكن يجب أن يكون هناك توجه عالمي من الدول التي تعاني من نقص العمالة حتى يكون هناك استقطاب للمهاجرين الراغبين بالهجرة، حتى لا نرى طرق للموت في البحار عبر الهجرة غير الشرعية. ولكن الأعداد مختلفة، يعني نحن نتحدث عن نيوزيلندا تعطي 12 ألف فرصة عمل، بريطانيا بنفس الرقم تقريبا، ولكن المعدلات الهجرة غير الشرعية هي بمئات الألاف طوال السنوات الثلاثة والأربعة الماضية. وبالتالي يجب أن يكون هناك قرار ما من الدول في تعاون ما بين الدول التي تصدر المهاجرين وما بين الدول التي تستقطبهم، من أجل أن يكون هناك موازنة بين الجانبين. أيضا النقطة الأهم الآن هي توجه الدول حول العالم لاستقطاب الفئات العاملة أو الفئات المهنية. كانت دائما برامج الهجرة تركز على الفئات الأكثر تعليما، الفئات الجامعية، الآن أيضا هناك توجه للفئات المهنية، وهذه نقطة مهمة أيضا لمكافحة الهجرة غير الشرعية. طيب سيد ناصر، يعني ما هي أبرز المهن، أبرز الوظائف التي ستكون مستفيدة من قانون الهجرة المشجع هذا، وما هي أبرز المناطق كذلك حول العالم؟ الآن إذا ما تحدثنا عن نيوزيلندا، هناك أربع قطاعات أساسية، هي قطاعات رعاية المسنين، البناء، البنية التحتية، وأيضا الصيد البحري أو التعامل مع المنتجات البحرية. هذا فيما يتعلق في نيوزيلندا. فيما يتعلق في بريطانيا على سبيل المثال، هناك فرص كبيرة بالنسبة للمهنيين في قطاعات الزراعة، قطاعات الشاحنات أو سائقي الشاحنات، لأن هناك أزمة كبيرة الآن في بريطانيا، وأيضا قطاعات التجزئة التي تعاني أيضا من نقص شديد. ألمانيا تعاني
من نقص في كل الفئات المهنية، نحن نتحدث أي العمال الذين يمكن أن يعملوا في المصانع والذين يمكن أن يكونوا في سوق العمل الألماني، وألمانيا بدأت في برامج بالنسبة لهذا الإطار بشكل أو بآخر. لدينا دول أخرى مثل النمسا أيضا تعاني من نقص العمالة، ودول مثل أستراليا أيضا لديها فرص لطرح مثل هذه البرامج وتأهيل المهنيين قبل الهجرة إليها. أستاذ ناصر، اليوم بأوروبا عموما في تصاعد لليمين واليمين المتطرف، وفي موجة الإسلاموفوبيا في أمريكا بعد 11 سبتمبر وبعدها داعش وغيره، هل تغيرت معها وجهة المهاجرين عموما بدل ما كانت أمريكا وأوروبا كما معتاد؟ يعني الآن نسبة الاستقطاب تغيرت، يعني المهاجرين الآن يفضلون مثلا دول مثل كندا على سبيل المثال وأستراليا على دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من تصاعد يمين متطرف، مثل إيطاليا على سبيل المثال، مثل ألمانيا، هولندا أيضا واجهت مثل هذه المشكلة، الولايات المتحدة بكل التعقيدات الموجودة. ولكن بالعموم يعني ميزانية أو دعني أقول موازنة المؤشرات حول الهجرة لم تتغير بشكل كبير، ولكن أصبح هناك تفضيل للذهاب إلى مناطق أخرى. ولكن اليمين المتطرف على الرغم من تصاعده على سبيل المثال لم يؤثر على سن القوانين الخاصة في الهجرة. إذا ما تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي، يعني مثلا سالفيني في إيطاليا فشل ذريع مع كل القوانين أو العوائق التي وضعها أمام المهاجرين، فشل وخرج من الحكومة. نفس الأمر بالنسبة لحزب البديل في ألمانيا، ولذلك الآن هناك صوت يقول بأن الحاجة إلى المهاجرين والتعاون بين البلدان المصدرة والبلدان المستقطبة للمهاجرين هو مهم جدا الآن، خاصة بعد كورونا وبعد الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من أجل موازنة سوق العمل في هذه الدول. شكرا جزيلا من باريس، الباحث السياسي والمتابع لشؤون الهجرة ناصر الزهير، شكرا جزيلا، نورتنا سيد ناصر. من الهجرة الجغرافية إلى السفر في الفن والأحلام، معرض حلم فنان جمع 50 فنانا وفنانة في السعودية، كل فنان وضع حلمه في لوحة، مزيد مع سهى الوعل. خمسين فنان هنا تحت سقف واحد في معرض حلم فنان، هذا المعرض يحمل هذا العنوان لأنه فعلاً حقق أحلام التشكيليين، قدروا أنهم يعرضوا لوحاتهم الجاهزة ويرسموا لايف أمام الجمهور كمان، وأيضاً يستخدموا أي حاجة تخطر في بالهم أثناء رسم هذه اللوحات وبالفكرة اللي يبغوها. نقيم هذا المعرض الذي يجسد تطلعات الفنان والفنانة السعودية، وبلا شك الفن هو الهوية الحضارية لأي مجتمع وهو جسر العبور إلى الآخر. هؤلاء الفنانين المبدعين اليوم فتحت لهم الجمعية الأبواب ليعبروا عن تطلعاتهم، عن أفكارهم المبتكرة، ويجسدوا رسالة الفن الإنسانية. أنا أشوف بصراحة يعتبر حلم فعلا لفنان عنده مواهب حقيقية، الأعمال جيدة موجهة بشكل صحيح، عندهم رؤية صحيحة للزاوية، للظل والنور، لتوزيع المساحات والعناصر. لا، بداية ممتازة جدا. الحمد لله حلم بدأ بشخص واحد والآن أصبح حقيقة، مثل ما أنتم شايفون تكون لمجموعة. إحنا حابين نرتقي بالفنان، نجمع أكبر تشكيل فني على مستوى العالم، نبغى نرتقي بالفنان السعودي نوصله إلى القمة. لوحتي هذه عبارة عن دمج بين الأكريليك والثري دي، بتعبر عن إيش؟ إنه الإنسان حياته في يده، لو إنه هو حاب يقدر يعيش مبسوط حيعيش مبسوط، ولو إنه ما يبغى حيعيش كئيب. أنا اليوم قاعدة أكمل لوحتي لايف، وفوق عرضت لوحة وأخذ مشاركة لي في موسم جدة. سهى الوعل، العربية، جدة. وكأنما العالم بأسره يتحدث عن مسلسل واحد، فبعد أكثر من 3 أعوام من عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل Game of Thrones التي حققت وحدها أكثر من 19 مليون مشاهد وكسرت حينها رقما قياسيا تاريخيا، بات الحديث اليوم عن مسلسل آخر. بالفعل طرحت المنصة الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر House of the Dragon، والذي تدور أحداثه قبل أكثر من 170 عاماً من بداية أحداث صراع العروش. ملايين المحبين شاهدوا الحلقة الأولى من المسلسل فور عرضها، وتسبب الضغط في عطل الخدمة عن 3000 من المستخدمين على الأقل.
وطبقا لشركة البيانات باروت، فإن الطلب الجماهيري العالمي لمشاهدة المسلسل يزيد على 16 ضعف متوسط طلب المسلسلات الأخرى في أمريكا خلال الشهر الماضي. يصعب حصر المسلسلات التي حققت نجاحاً جماهيرياً عالمياً، لكن هناك أعمال غيرت ملامح الدراما الحديثة وأصبحت مثالاً ومنهجاً في الكتابة والتنفيذ. ذا سوبرانوس، الحائز على 21 جائزة إيمي طوال مواسمه الستة، دراما خرجت من قالب رجل العصابة الأمريكي التقليدي وألهمت الكثير من الأعمال اللاحقة. بريكينج باد يعتبره كثيرون العمل الدرامي الأكثر اكتمالاً والأفضل في التاريخ. اتخذ صناعه قراراً بإنهاء عرضه في الموسم الخامس حتى يحافظ على نفس الجودة للنهاية. Game of Thrones، مسلسل فانتازيا يدور في العصور الوسطى، نوع درامي ربما لا يفضله الجميع، لكنه استطاع أن يبقى على القمة طوال فترة عرض مواسمه الثمانية. في الكوميديا، كان مسلسل سيت كوم ساينفيلد وهو الأب الروحي لعشرات الأعمال الكوميدية بما فيها المسلسل الأشهر فريندز، وحققت آخر حلقاته التي عرضت عام 1998 أكثر من 76 مليون مشاهدة. المعركة الحالية خرجت من شبكات التلفزيون التقليدية وانتقلت إلى منصات العرض الرقمية، والمنتج الأمريكي لم يعد المسيطر الوحيد. وأقرب مثال المسلسل الكوري سكويد جيم الذي عرض على منصة نتفليكس. على كل من بيروت ينضم إلينا الصحفي والناقد السينمائي عادل سامية. أهلا بك يا عادل، نورنا في صباح العربية، شكرا على تواجدك معنا. على عادل، صباح الخير. طيب، ما المعايير التي جعلت من مسلسل House of the Dragon يحظى بهذه الشعبية العالمية ويكسر رقما قياسيا تاريخيا؟ هناك العديد من الأمور التي جعلته أن يكون حديث الشارع العربي وأن يحظى بهذه النسبة العالية من المشاهدات، أولها ربطه في مسلسل صراع العروش كونه لنفس شركة الإنتاج وأيضا لنفس الكاتب جورج آر مارتن، وبالتالي هناك الكثير ربطوه على أنه جزء جديد من صراع العروش، وهو الأمر الذي اكتشفنا أنه ليس جزء جديد وإنما مسلسل منفصل، وهو تدور أحداثه قبل 200 عام من مسلسل صراع العروس، وبالتالي لا صلة بينهما سوى أنه نفس الكاتب ونفس شركة الإنتاج. أيضا التعليقات الكثيرة التي حصل عليها المسلسل قبل بدئه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فعل الحجرية الصحة التعبير عند الناس للدخول وحضور هذا المسلسل ومتابعة كل حلقاته التي عرضت. عادل، ما الذي يجعل المشاهد العربي مولع بهذا النوع من الأعمال فانتازيا وهذا الدراما؟ يعني ليس فقط House of the Dragon، Game of Thrones وغيره، خصوصا أنه عامل اللغة، يعني شريحة كبيرة من الناس يعني لا تتقن اللغة الإنجليزية بشكل كامل، وهذه الأحداث لا تشبه تقاليده لا من قريب ولا من بعيد. صحيح، الخيال المتواجد في هذا المسلسل يبعد الجمهور العربي عن الضغوطات التي يعيشها، وخاصة في السنوات الأخيرة التي عاشها العالم العربي من أزمة كورونا، يبعدهم ويخرجهم صح التعبير من عالم الواقع إلى عالم الخيال، وهو ما يجذب المشاهد أكثر لمتابعة هكذا أعمال لأنها خيالية ومبنية على عالم الخيال فقط لا أكثر، وعلى عالم الخروقات إذا صح التعبير والأمور الخارقة، فلذلك نراهم منشدين أكثر لهذه الأعمال. وهناك العديد من الأعمال التي حققت نجاح، مثل لعبة الحبار التي عرضت على نتفلكس التي كانت لعبة خيالية في نهاية الحلقة يموت أحد المشاركين في هذا المسلسل، أيضا أبعدتهم عن الواقع الحقيقي. واليوم نرى أن معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون الابتعاد عن واقعهم من خلال هكذا مسلسلات، وأيضا التصويت لهذه الأعمال يلعب دورا مهما. يعني لم توضح الشركة قبل عرض المسلسل مثلا إن كان هذا المسلسل سيكون جزء جديد
من صراع العروش او لا، وهو ما كأنه عادل الانسان الشخص اللي ما بيحضر مثلا هذا المسلسل بيشعر نفسه انه يعني خارج الدائره وخارج الترندنج اللي عم بيصير بين البشر، فبضطر انه بصير الواحد انه معقول ما حضرت هالمسلسل، معقول ما حضرت، بضطر يحضر. صحيح، وهذه رغبة التسويق أيضا، يعني المنتجين يعلمون جيدا كيفية الإعلان، وبخاصة أن اليوم نحن أصبحنا في عالم السوشيال ميديا، فهم يعلمون جيدا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يساهمون بشكل كبير في الإعلان عن أي مسلسل سوف يعرض. مثلا لوبان عندما عرض بداية لوبان عندما عرض على شبكة نتفليكس لم تحصل أولى حلقاته على نسبة مشاهدة عالية، ولكن بعد عرض كل الحلقات والإنتقادات الكثيرة التي حصل عليها والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهافت المشاهدون لرؤية المسلسل ومشاهدته. طيب يا عادل، لا يمل ولكن انتهى الوقت. شكرا لك من بيروت، الصحفي وناقد سينمائي عادل سميع. في أمان الله، إلى اللقاء.